ولا
هذه هي ابن آدم، لو أتيتني يوم القيامة، اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم الوقوف بين يديك يا رب، يوم أن تقول لنا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بسحاب من ذهب. أسأل الله أن نكون منهم يا رب. اسمع يا رب، اسمع بعد الصلاة على سيدنا رسول الله. اسمع هذا يا ابن آدم، لو أتيتني بتراب الأرض يا ابن آدم، لو لقيتني يوم القيامة. اسمع يا ابن آدم، لو أتيتني يوم القيامة بتراب الأرض خطايا، ثم أتيتني ولا تشرك بي شيئا، أتيتك بترابها مغفرة. هل تعرف ربنا غير ربك؟ هل لنا رب سوى الرب العظيم الكبير جل جلاله؟ ما أكرمه وأحلاه. تعال الآن ونحن نعطيك جوا بدون إزعاج، قد أطفأنا لك بعض أحبابي أخوان بعض الأنواع لتنشغل بمولاك بما قد مر من ذنوبك، وتذكر تلك القصة التي حدثت مع نبي الله موسى، قصة مشهورة، بس عايزك تركز الليلة دي، تركز صح، عشان كل مرة أنا وينك، كل مرة تعالى تطلع في الآخر مش كويس، تعود إلى ما عدت عليه بعد ربنا. لا نراك في صلاة ولا في قيام، لا نراك إلا أحلام متأخرة. أسأل الله أن يثبت أقدامنا رب العالمين. خرج موسى عليه السلام ليستسقي ربه، أي طلبا للغوص لنزول الرحمة والمطر، وخرج وأكثر من 70,000 مع نبي الله موسى. فأخذ الكريم موسى يدعو ربه، فما نزلت قطرة واحدة من غيث ولا من رحمة. فقال موسى يا رب ما أرحمك وما أكرمك، جئنا إليك في صحيح واحد يا أرحم الراحمين، لما منعتنا الغيث؟ قال يا موسى إن فيكم واحد عاصي لي، واحد وسبعين ألف صليتم على رسولي، فيكم واحد عاصي يا موسى. فما كان لموسى إلا وأن قال أيها العاصي اخرج من بين أيدينا، اخرج من جنبنا، اخرج، قد منعنا الرحمة بسببه، ثم نظر إلى السماء، إلى السماء، وتحدث مع مولاه، ثم وضع رأسه معتذرا في جيبه، ثم قال اللهم إن خرجت بين الناس قبح أمري، هل صليت على رسول الله؟ ولكن أعاهدك يا أرحم الراحمين أني تبت إليك، فمن لي سواك، أنني تبت إليك وأستغفرك، فاللهم اقبل توبتي. ولك هذا الشاب وهو بين يدي الله، ولكن من الذي
تغير افعالك، لازم برمضان تكون جديد، لابد ان تصنع رجل جديد، لا تقصر ولا تفرط. اهملك حبيبي واخي في الله، اهملك حبيبي واخي في الله. اسمع، الله عز وجل يمهل اعطاك شبابا وصحه، اياك ان تكون عبدا حبيبي، عبد اختبار، اوعى تكون عبد اختبار. عبد الاختبار هو الذي يمتثل المصيبه ان تنزل عليه فيعتزل، هذا بئس العبد. نعم يا احبابي اخواني في الله، بئس العبد الذي ينتظر اختبارا من مولاه. الان انت جاهد بصحتك بين يدي الله، واعلم ان الله عز وجل غفار بالذنوب. احبابي واخواني في الله، بعد الصلاه على رسول الله، ثم بعد ذلك اقول شكرا لمن اكرمونا ووثقوا فينا وظنوا فينا خيرا فصلوا معنا في مسجدنا هذا المبارك. دعوة خاصة لكل من حضر لأول ليلة من رمضان، ولو صلى معنا ركعة واحدة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع سيدنا رسول الله. ثم أشكر إخواني هم القائمين على المسجد، العمال خاصة الذين يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، وإخواني هم بسأتونة الطعام والشراب واستقبال الناس إحفاظ إخواني في الله. ثم اعتذارا من أخيكم الصغير، ربما أسأل لواحد منكم بدون قصد، ربما يكون اثقلنا عليكم في دعاء او اثقلنا عليكم في قيام، فسامحونا رحمكم الله. كما اشرف اخويا حبيبي اخوي الشيخ علاء، اسال الله ان يسعني الجنه رب العالمين. الصلاه على رسول الله، ثم لنا